قد يكون وجود طاقم أكاديمي قوي ومختبرات قوية وتنفيذ نموذج التعليم 3+1 أحد الأسباب التي تجعل معهدنا مفضل، بالإضافة إلى ذلك نظرا للأحياء الجديدة للصناعة المنظمة في منطقة بازاليري والوضع الذي يمكن أن تصبح فيه جميع الشركات نشطة، يمكن لطلابنا بسهولة العثور على مكان في الأعمال التجارية خاصة للتدريب، وبرنامج 3+1 بعد ذلك سيتمكنون من العثور على وظيفة بسهولة لأنها منظمة جديدة جدا. بصرف النظر عن هذا، من المزايا أن السكك الحديدية عالية السرعة بين اسطنبول وأنقرة تقف في بيليجيك، وأن بازاريري هي منطقة قريبة جدا من بيليجيك بالإضافة إلى السوق يمكن تفضيلها لأنها قريبة من المدن الكبرى مثل إسكيشهير، بورصة، سكاريا، كوجلي. بالإضافة إلى ذلك لدينا عدد غير قليل من البحيرات الصغيرة داخل وحول السوق لطلابنا، وخاصة طلابنا المحبين للطبيعة، لذلك هناك أماكن يمكن أن يقضوا فيها أوقات فراغهم ويكونوا بمفردهم مع الطبيعة. في حرم مدرسة بازاريري المهنية لدينا مكتبتنا الخاصة وقاعة المؤتمرات وملاعب كرة الطائرة وكرة السلة وملعب السجاد وخيمة. يمكن لطلابنا استخدام هذه المجالات في أنشطتهم اللامنهجية وقت ما يريدون. إذا توجب سرد أسباب أخرى للمرشحين ليختاروا الجامعة، فيمكننا القول أن وجود مكتبة في الحرم الجامعي وقاعة مؤتمرات كبيرة وملعب سجاد وملعب لكرة السلة والكرة الطائرة توفر مزايا إضافية للطلاب. وبصرف النظر عن هذا، فإنه من بين طلابنا خاصة للطلاب المحبين للطبيعة يوجد بحيرات صغيرة فيها الكثير من الجمال الطبيعي في منطقة بازاريري والقرى المحيطة بها. سبب آخر يمكن أن أذكره هنا هو أننا قد حزنا علما برتقاليا في جوائز الوصول في المكان كجزء من إمكانية الوصول للجامعة في العام 2018-2019. يجب على المرشحين الذين يفضلون جامعتنا مراعاة أن جامعتنا بها طاقم أكاديمي قوي ومختبرات وورش عمل ضرورية وكافية، خاصة نماذج التعليم 3+1 و7+1 كونها قريبة من المدن الصناعية المنظمة في اسطنبول، أنقرة، طريق سكة الحديد عالي السرعة. يمكن للأصدقاء المحبين للطبيعة الاستمتاع بالجمال الطبيعي في بيليجيك والمناطق المحيطة بها لقضاء أوقات فراغهم. أتمنى التوفيق لأصدقاء الذين سيختارون بعد امتحان الجامعة. نتوقع منهم أن يختاروا برامج معهد بازاريري المهني بجامعة بيليجيك شيخ أديب عليه.